الحمد لله رب العالمين. يمكن هذه ثالث عيادة لنا عن بعد. الحقيقة العيادة رائعة جدا، مفيدة من عدة نواحي. أول ناحية بالنسبة للمريض، هي بتسهل عليه جدا، لأنه ما يحتاج يسافر يضيع 3 أيام، يأتي إلى الرياض عشان يعمل تحاليل يوم قبل العيادة ويشوفنا في العيادة، وبعدين يرجع يسافر تاني. بتقلل عليه تكاليف الإقامة، بتقلل على الدولة تكاليف السفر. وأيضا بالنسبة لنا بنساعد المريض ونسهل عليه، والأماكن مكان المريض بيفتح لنا أماكن لمرضى جدد في العيادة عندنا هنا، فهي مفيدة بشكل رائع. الآن عندنا عيادتين كل شهر، وإن شاء الله نأمل في القريب جدا إنها تبقى عيادة كل أسبوع إن شاء الله.